شو أهم توقعات الفلك لمواليد الجوزاء بالأسبوع الثاني من شهر أيلول سبتمبر 2024؟ يا عزيزي، يمكن شفت بآخر الأسبوع الماضي حلول لبعض المشاكل أو عشت حلم رومانسي، بس الجو العام بيضل دقيق وبيتجلى واضح بهالأسبوع بين الأحد والسبت. نعم، كل هالأسبوع بين الأحد 8 والسبت 14 بدك تنتبه. ميركور رايح إلى برج العذراء يوم الأحد 8، والقمر عم بيعاكسك بين الأربعاء والخميس، بيجعلك تواجه أزمة أو مشادة كلامية أو امتعاض. حاول إنك تولد جو من الألفة والمصالحة مع الشريك العاطفي أو المهني. حاول تقرب بعض من بعض المحيطين أو يلي عم بيشتغلوا معك، وكساب مودتهم وبلسم جروحهم، خاصة إذا أنت أذيتهم قبل بكلامك. بهالأسبوع مطلوب منك اللين الشديد للتوصل لغايتك. حافظ على علاقاتك العائلية وتفاهمك مع أفراد العائلة بين الأحد 8 والتنين 9. انسحب من عمل لإلك وخوز وقت الراحة بعيدا عن الضغوطات والأحلام، خاصة بين الثلاثة والخميس 13 والخميس 12 من هالأسبوع. حاول إنك تتمم عمل بلشته بالسابق، وهالشي بآخر الأسبوع بين الجمعة 13 والسبت 14 لأن يتاح لإلك فرصة لهالشي.